هنتكلم دلوقتي على حاجة خاصة كده وحاجة مهمة عند كل أب، فرح بنته. دايما بيكون الأب في فرح بنته فرحته مختلفة تماما عن الأم، بالرغم من أن الرحلة اللي بتعيشها الأم في التحضير لفرح بنتها بتبقى كبيرة وطويلة ومليانة تفاصيل كتيرة جدا، إلا أن الأب مختلف تماما. ليه بنقول كده؟ بنقول كده عشان انتشر فيديو لذيذ جدا على السوشيال ميديا لفرح هنا في مصر، والأب كان بيرقص بطريقة مميزة جدا، شبهت قوي شبهوها الناس قوي برقص مايكل جاكسون. الفيديو الحقيقة من امبارح زي ما احنا شايفين ترند، والناس بتوصف ازاي فرحة الأب واضحة قوي وبيرقص بشكل محترف جدا. تعالوا نروح نشوف ونرجع لكم تاني. هو معانا دلوقتي كده، يعني الحقيقة يعني هو طبعا فرحة الأب، بس هو يبدو ان هو وهو يعني صغير كان متعود ان هو يعني بس بصي لذاذة بروفيشنال، لذاذة متناهية، مش معقول يعني، يعني تحسي ان هو ايه متمرن، ما شاء يعني. الله ما شاء الله، ايوه دمه خفيف جدا. الفرحة جميلة وربنا يسعدهم ويخليها له يا رب، ويسعد كل الأبهات والبنات، بس الأب بيبقى اليوم ده صعب عليه يعني. الأم ملخومة في الفستان وفي البيت وفي التوضيب، لكن يجي يسلم بنته الواحد برضه يعني هتروح لبيت تاني، باباك يعمل ايه يوم فرحك؟ لا أنا لا طبعا بيبكي، طبعا كان بيبكي، بس يعني أنا شفت مثلا الفنان خالد زكي في فرح بنته كان بيبكي بكاء شديد. خالد مرتبط بولاده جدا جدا، بنحييه طبعا. بشوف برضو الناس، لا انت محمد صغير، انا ما حضرتش فرحك لان كنت لسه يا دوب متحجبه بعد على باندا، فما لحقتش احضر. لا انا بابايا من اول الفرح لاخر الفرح عمل ايه؟ بيعيط من الاول للاخر. يعني احنا كنا فرح غريب جدا، انا اشوفه بيعيط امه عيط، فرح كله انا وهو بنعيط وحاضنين بعض، عارفه تحس ان احنا يعني مش هنشوف بعض تاني طول الوقت. انا وبابي كنا حاضنين بعض على طول بقى، وانا احضنه اشوفه بيعيط. ومامي كانت ايه يعني بتعمل ايه؟ مامي فرحانه اكيد يعني، دمعت كده شويه في الاول، بس بابايا كان مش ممكن، هو كان بيبان في عينيه قوي من اوله لاخره. ماها دي بالنسبه له بيبان في عينيه، بقول لك لما اكون عندكم يعني واشوفك داخله، لا عينيه تلمع واحس ان في حصل حاجه يعني. أيوة ماها داخله رحمه الله عليه، ربنا يخلي كل واحده ابوها وامها، والاب ده سند وظهر، ربنا ما يحرم حد من ابوه ابدا طبعا.